ہو گئے نا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ گڈیاں جا رہی ہیں مجھے وہ گیٹ تو اندر بڑھ گئی تو بس بڑھ رہی اور رک رہی ہے پارک لگ گئی نکلے ایسی دے کر باہر جگہ ملے تو باہر لگ گئی یا ادھر اگے کر کے جا کے کھا رہی ہے ادھر ادھر لب جائے ادھر سیدھی لا دی جگہ ادھر گیٹ ہوئے گا نا کوئی ادھر ہوگی گیٹ ہے اتھے وہ بندے بار رہے جگہ نہیں نہیں گیٹنگ پارکنگ گیٹنگ نہیں نہیں پارکنگ نہ گیٹ ہوئی ہے اور پھر کہے گئے گا پارکنگ گیٹ ہوئی جگہ ہوئے گی تو پھر ہی ہے نا پھر اندہ فیدہ دے گی نہیں نہیں گیٹے گا نہیں ملے پارکنگ پھر نہیں جگہ ہے نا پھر تھی تو آوے گی ਇਧਰ ਜਾਣ ਲਾਣਾ ਜੀ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਹੂੰ ਇਧਰ ਲਾਣਾ ਜੀ ਨਾ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ ਨਾ ਰਾਸਤਾ ਪੜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਲੈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਰਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਾਸ ਲਾਓ ਜੀ ਇਥੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਅਸਿੱਖ
الحصيف الذي رزقه الله عز وجل البصيرة في أمر دينه وأمر دنياه ينظر في الحكمة البالغة من فرض صيام قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأفاضل الكرام، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. يتعلم المسلم أن يطوع قلبه وجسده ولسانه في طاعة الله سبحانه وتعالى، مما يتعلم المسلم أيضاً في شهر رمضان الإحسان. والإحسان قائلاً ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيتعلم المسلم
من شهر رمضان أن يكون فيه من المحسنين، وأن يبسط يده بالبذل والعطاء، وأن يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين، وأن يشكر الله عز وجل على ما وهبه من نعمة الشراب والطعام واللباس والمسكن والمأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. يتعلم المسلم من شهر رمضان حكماً كثيرة يعمل بها في سنته إلى قدوم رمضان القادم. وفإذا قدم عليه شهر رمضان من جديد، قدم عليه وقد تروضت نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله المبعوث رحمة من عند الله. وبعد، فيا أيها الأب What money in India?